لك وارجع من جديد. مسيكم بالخير، حبينا نعطيكم هدية الأغنية هذه وبهديها لإبراهيم ولدي. أقول اسمع الأغاني، ودي إنك ما تسمع الأغاني، ودي إنك تتابع دراسك وتتابع أمورك، والله يخليك لي إن شاء الله يا رب. وما بك تتابع الأغاني، انتبه وأنا أبوك، الأغاني مو بزينة وأنا أبوك. تابع دراسك وانا ابوك، وخلك حسن الخلق مع الناس، وعشان كل الناس تحبك. الله يعطيك العافيه يا ولدي برومي. تسلم يا برومي، لبى قلبك. شو اخبارك؟ طيب علومك؟ الله يسعدك يا برومي، الله يسعدك ان شاء الله يا رب. نشوف أمل إيش الصفة اللي تحبها في الشخص. إذا شافت هذا الشخص قالت ونعمة التربية، حياك الله يا أمل. عليكم السلام يا أختي. وعليكم السلام، حياك. كيفك يا أستاذة سارة؟ طيبة بخير، الله يسعدك يا أمل. هذه الصفة في الرجل. والله شوفي، في شيء واحد اللي هو غض النظر. نعم غض النظر. كيف؟ وشو؟ لأنه أنا كان عندي سواس. أيوه. الله يرضى علي على تربيته، كان دائما راسه بالأرض، وكنت احترمه واجد. عرفتي تربيه ترجع تربيه اهلها. ما شاء الله عليك وعلى من ربك.
دائما حتى لما اكلنا راسه بالارض. هذه تربيه. انا اتفق معك يا امل في هذا الشيء والله مره حلو. الواحد يحترم يعني يحترم حدوده. صحيح هذا المطلوب من الجميع. يحترم قدامه يا شيخ هذا المطلوب. اتفق معك يا امل. امل يومك سعيد وشكرا عليك. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. العفو حبيبي. الله وجهه. بيض الله وجهه وجهه. نعم ثاني. حياك الله يا مشهور. ونعم. ألو مرحبا. أهلا وسهلا حياك الله. مساء الخير لك يا أخي سارة ومساء الخير للمستمعين. حياك الله يا مشهور. شو رأي الرجال اللي تشوفها في الشخص وتقول ونعمة التربية اللي صد على الحريم؟ قبل هذه ودي أهني القيادة ولا ما يطالب الحريم وإنه يعتبر ويعتبر إن الحرمة اللي قدامه يعتبر إنه أخته أو عمته أو بنته إن شاء الله. يعني نقول ممكن السبب المنتخب هذا خاشنا بالكورة. يعني حاسبينه خالي من الكوليسترول.